موضوع ملابس الزمالك أخذكم للموضوع ده، وجاءني الآن على الهواء مباشرة أن زميلنا أحمد وجيه مسؤول ملف نادي الزمالك معنا في ملعب الشمس، قال إن بعد ساعات شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو هيتصوروا بقميص الزمالك الخاص بمباراة السوبر، وهيتم إزاء ده قبل المباراة. يعني خاصة هو، يا ريت يا جماعة وحصريا، شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو بكرة في جلسة تصوير بالزي اللي هيلعبوا بيه الأهلي في السوبر الإفريقي، وهيذيعوا ده قبل المباراة، جلسة تصوير الزي. كمان مجلس الإدارة أكد إن كل الصور المتداولة عن الزي الجديد ما هي الاجتهادات شخصية للمتداولين ليها، وليس للنادي معرفة بها. كل الإمصان والتيشيرتات المتداولة اجتهادات ليس إلا، وسيتم الإعلان عن القميص رسميا مع بداية الشهر الجديد. يعني الزمالك اتعمل له طقم مخصوص لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي، لكن الطقم اللي هو خاص بالشركة القطرية والملابس الرسمية الأصلي والاتنين احتياطي وكل ملابس الفرق الرياضية والفريق الأول دي حضرتك آخر أول الشهر ولا مش عارف بعد السوبر الإفريقي ولا حاجات زي كده. فكويس إن السوبر المصري سيتم تأجيله إلى ديسمبر، جا من حظ الزمالك لأن برضه كان هيبقى عنده أزمة في الملابس. إذن الزي اللي هيلبسه نادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي هيتصور بيه شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو بعد ساعات، وهيتم الإعلان عنه قبل مباراة البوليس الكيني، مباراة العودة. ونتمنى للزمالك التوفيق وإن شاء الله يحقق نتيجة كبيرة. كان فاز 1-0 في كينيا، فإن شاء الله بإذن الله يضاعف الغلة وتكون بروفة قوية ومهمة قبل السفر إلى أول بارك في الرياض لملاقاة الأهلي في السوبر الإفريقي. طيب ده على هامش موضوع القميص والزي. النهاردة فوجئنا ببيان رسمي طالع من شركة اسمها سبورتكس تتهم الزمالك بسرقة تصميم الملابس الخاصة بها. وقدام حضراتكم البيان، يعني ما استحي ان انا اقول الزمالك اسم كبير واستحي ان انا اقول هذا البيان، ولكن الناس نزلوا تصميمات وقالت لك انتوا سارقين تصميماتنا، اللي هو التيشيرت بتاع التدريبات اللي ظهر بيه الزمالك حاط اللوجو، نزلوا على صفحتهم اهو ان التيشيرت ده بتاعهم وان الزمالك غير اللون او عندهم كل الالوان وغير اللوجو وحط شعار الزمالك. طبعا الشركه اللي جايه من قطر عملت ده، وقدامكم اهو البيان رسمي، وقلب الدنيا راسا على عقب، وكان غير لائق بالمره انه يطلع بيان بالشكل ده. ولكن مجلس الاداره بدل ما يفهمنا الموضوع ايه، لما سالناه قال لك ده ناس بتبحث عن شو على حساب الزمالك. طب ما تقضيهم، يبحث عن شو ازاي قضيهم؟ تعامل بيان انا استحي ان انا اقوله على الهوى احتراما لاسم الزمالك العظيم، لكن لما تيجي تقول لي ناس بتبحث عن شو قضيهم، يعني حضرتك قضيهم، لكن ما تسيبش حد يحبس باسم نادي الزمالك كده. والبيان لف العالم العربي كله مش مصر بس، يعني لصالح مين انه يطلع بيان زي كده وتيجي تقول لي زي زمان قال لك سيبهم يتسلوا؟ اسم الزمالك يا باشا مش مسار للاستهتار ولا شركة زي كده صغيرة أول مرة نسمع عنها في التاريخ مع كامل الاحترام ليها تروح تقول سرقت. أنت بتتكلم فيها، أنت بيقول لك سرقت، تقول لي بتبحث عن شو؟ عندك يا باشا الشؤون القانونية قاضي إذا كنت على حق، لا إما تعتذر لهم بكبرياء وشموخ، ما قدامكش غير كده. حاولنا التواصل مع الشركة، بعضهم قال ان بص بقى عكس اللي اتقال لنا من الإدارة، اتصلوا بينا في الزمالك عشان نلم الموضوع. هنشوف بقى الدنيا هتتلم ازاي، لان الشكل مش ظريف جدا واغضبني. يعني صحيت الصبح على الموضوع ده، الشركة قالت لك ايه، تعرب عن استيائها الشديد
ويمثل لهم ابعد ما يكون عن الاحترافيه. وتقول لي الشركه تطالب نادي الزمالك بالالتزام بالمبادئ الاخلاقيه التي تتمثل في النادي وتاريخه. الشركه اعلنت اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد نادي الزمالك. والنهارده كل الناس بتتكلم وقالت لك لحق محمد طارق يعمل خناقه على موضوع الملابس. لحق يعمل خناقه على موضوع الملابس. حاجه يا جماعه بصراحه تحزن وحاجه تضايق. انا الموضوع ده مضايقني جدا ومخليني الضغط عندي عالي بصراحه.